المشاركة مع جمعية أباء أمهات الأغنياء الذهبية وتلبية العباس الثاني يتم تنظيم هذا الحفل احتفاء بالمتفوقات والمتفوقين من تلميذات تلاميذ تلبية العباس الثاني، كذلك احتفاء بالمرتبة التي احتلت تلبية العباس الثاني فيما يخص نتائج السنة الثانية البكالوريا، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى المديرية الإقليمية لفاس بنسبة 29.29%. هذه النتيجة هي بفضل المجهودات من الجميع في التنسيق بين جمعية الآباء، كذلك بين أطر الإدارة التربوية، وكذلك ما بين الأطر التربوية والسادات والأساتذة، وذلك تحت إشراف المديرية التربوية لفاس وخصوصا السيد مدير التأمين المدينة. كذلك لا ننسى فضل كذلك رعاية السلطات المحلية والسلطات الأمنية في منطقة دارور التي تأتي لتنمية العباس الثاني رعاية خاصة الصحافه اللي كتنسق الحالات، جزاهم الله على خير الجزاء، وجميع اعضاء جمعيات المجتمع المدني المزوج للمحله، وايضا اعضاء المكتب الموسيقي لجمعيه هذا التلاميذ. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الاحتفالات بنتائج التفوق لتلاميذ مؤسسة العباس بناني، نحضر اليوم لنأخذ ارتسامات هؤلاء التلاميذ حول هذه النتائج التي حققوها وهذا التميز الذي فازوا به في هذه السنة الدراسية موسم 2018-2019. السلام عليكم. الاسم؟ ياسين الكرمسي. ياسين الكرمسي، المادة التي تدرسها؟ مادة اللغة العربية. نعم. مادة الفرنسية. نعم. مادة الفلسفة. مادة هل هي مادة أنت تدرس المواد العلمية أم المواد الأدبية؟ المواد الأدبية. نعم. كم حصلتم على كنقطة في هذه الدورة؟ في المراقبة المستمر حصلت على نقطة 18.12، والامتحان الوطني 14.37، والمجموع 14.89. ماذا تنوي في المستقبل أن تقدم في ال... أنوي أن أقدم أن أدرس أولا في الجامعة وأتخرج لأستمر في الشعبة التي سأختارها أنا، والإجازة إن شاء الله. كيف كان إحساسك وأنت الآن تتوج بين زملائك على حصولك على أحسن نقطة؟ الإحساس كان بالفرحة والسرور. لم أتوقع بأنني سأكون من المتفوقين أولا منذ أن بدأت الدراسة في ثانوية العباس بناني. ما اسمه؟ فاطمة زهرة الصالح. فاطمة زهرة الشعبة. جدع مشترك علمي. جدع مشترك علمي، النقطة اللي حصل عليها؟ في الدورة الأولى حصلت على نقطة 18.51، وفي الدورة الثانية حصلت على نقطة 19.31، وفي المعدل العام حصلت على 18.91. تبارك الله. هذا التفوق هل هو في مدرسة عمومية أو مدرسة خصوصية؟ مدرسة عمومية. ماذا تنصحين التلاميذ؟ أنصحهم بالجد والعمل والاعتماد على النفس، ولأنني أنا لم أقم بساعات إضافية أو أي شيء آخر، فقط من جهد الأساتذة وجهدي المبذول فقط. هذه ما هي الكلمة التي تريدين أن تبغيها للأساتذة؟ كلمة شكر واحترام جدا، الكلمات كلها لم توصف شكري لهم، لأن عبارات الشكر تخجل منهم. حقا كان جهد كبير جدا، وكان جهد متواصل، كانت مدرسة رائعة جدا. السلام عليكم، اسمي مريم العمران الزريفي، أدرس بثانوية العباس بناني، عمري 16، جد مشارك علمي. أنا بالنسبة للشعبة التي أدرسها حاليا علوم، أما بعد ذلك اخترت أن أواصل مسيرتي الدراسية بشعبة علوم رياضية خيار فرنسي إن شاء الله. نعم، النقطة المحصلة عليها؟ النقطة المحصلة عليها بالنسبة للدورة الأولى 18.14، الدورة الثانية 18.67، أما بالنسبة للمعدل العام فهو 18.40. هل أنت بنت المنطقة؟
نعم أنا بنت المنطقة وبالتحديد منطقة أجنالات. ماذا تقولين للتلاميذ الآخرين؟ بالنسبة للتلاميذ الآخرين فكلهم لديهم قدرات هائلة، فقط يحتاجون إلى الشخص الذي سوف يكتشف هذه القدرات، وأنا أنصحهم بالجد والعمل، لا يجب عليهم أن يتوقفوا أبداً، فالتوقف هو هزيمة، فإن رأينا في معظم الأفلام القصص الروايات فالشرير لا ينهزم أبداً حتى يموت، فالموت هو الشيء الوحيد الذي يهزمه، لهذا يجب علينا أن نكون كالفأس، لن نقف أبداً، هذا هو الشيء الوحيد الذي أنصح به جميع التلاميذ. الاسم؟ اسم فاطمة زهراء القاسمي، أدرس بجامعة مشترك آداب وعلوم إنسانية، لقد حصلت في مراقبة مستمرة على نقطة 17.57 وفي المعدل العام 17.10. أنا مسرورة جدا هذا اليوم بتفوقنا نحن جميع التلاميذ وحصولنا على أعلى المراتب، وأقدم شكرا خاصا إلى أساتذتي وأمي وأبي وجميع زملائي في المدرسة، وأتمنى التوفيق لجميع التلاميذ الآخرين. حقيقة حينما ننظر إلى هذه الارتسامات وما جاء على لسان هؤلاء المتفوقين، ليست البيئة، ليست الساعات الإضافية، ليس إلا التهاون من يقف سدا منيعا في سبيل النجاح، فكل من جد وجد وكل من زرع حصد. المستقل بريس، عبد الرزاق الفق، عزيز مكاوي. التعليمية لتقول لنا أطرا تعليمية، إدارة تربوية، آباء، تلاميذ، هي دي فرحة النجاح تتوج فوق رؤوس هؤلاء. هذه هي الفرحة التي طالما انتظرناها لنحقق الرقية، لنحقق النجاح، لنحقق التميز، لنحقق التفوق. سماء العلم راية أنسجت أفق الحلم برايتنا الخالدة بألوانها الزاهية الأحمر والأخضر. لنقول الله أكبر، اليوم قد توجنا، اليوم قد أعلنا أننا قادرين على تحمل المشعل بريادة هؤلاء الدلة من الأساتذة الذين عملوا بقوة، عملوا بجهد، عملوا بكد من أجل أن تكون سماء العلم وراية العلم خفاقة في سماء هذه المؤسسة. هنيئا لنا بأبنائنا، لأنهم استطاعوا أن يتحدوا واقعهم الاجتماعي، واقعهم الثقافي، ليقولوا لنا إننا قادرين على مواصلة النجاح والكفاح. فلنحيي هؤلاء، فلنقول لهم هنيئا مريئا لكم بهذه الترقية، هنيئا لكم مريئا بهذا الحلم الذي يتحقق على سماء مؤسسة عباس بناني. الله الله، نبي علو
ورسوله والمؤمنون. شكرا سيد شارقي، شكرا.